حق ال 11 ليتس جو. الاول لعبه بنختبرها اليوم اسمها تري اوف هوب من ماردن يونيفرسيتي ماردن يو ان. الصفحه شكلها شوي غريب سو ليتس تيك ا لوك. تري اوف هوب للتحرك واز دفتة نظام البناء بي ارفع او انزل ارفع نزل ارفع نزل. زر الماوس في المنتصف لتغير نوع البناء. اضغط زر الفار الايمن للبناء. ار لدوران البناء. اكس لهذول البناء. زرع الامل للعيش في الارض مره اخرى. من كثر انبعاثات الكربونية والسموم تحول الناس زومبي وصاروا يدمرون اي شيء يمحي السموم مثل الاشجار. قطعوا جميع الاشجار الموجوده ويقتلون البشر الغير متحولين لهكذا بالذال. مهمتك هي زرع 6 اشجار من الشجر السحري الذي سوف يقضي على هذه السموم ثال والانبعاثات الكربونية. لكن اذا راي الزومبي الشجر يهبون فورا لتقطيعها لهكذا يجب ان تحوط ثال ببناء الاسوار والافقاخ. انزين سو شكله سيرفايفر. يفضل لو تحط القصة اول بعدين التحكم عشان الواحد يعرف ايش قاعد يقعن ايش بعدين يشوف التحكم كيف. ما في تنزيل الجيم. وين تنزيل الجيم؟ ليش رابط التنزيل مش من اتشيو؟ الحين بدأت تشككني ان هذا يمكن يكون فيروس. What's going on؟ ليش اللعبة ما في اتشيو؟ اوه هذا السبب لان حجم اللعبة 1.5 جيجا. ريلي هل عدد البوليغونز كبير بشكل خيالي ولا شو القصة؟ ليش حجمه 1.5 كلعبة جام؟ وي ويل سي لما يخلص التنزيل يجي لكم. ما اعتقد يونيتي الملف يكسي بس ما ادري ايش المحرك استخدمها. ما شاء الله اللي تلعب كمال اجسام اختار لغه فلسطينيه او انجلش. اوكي خليني اشوف العربيه خيارات. ما شاء الله في اوبشن خلينا نرفع ليجندري. اعداد المزامنه العمودية ودي الاصدارات مين؟ ماردفن رجوع ولا تقدر تروح لليوتيوب حقه من هنا. يب سو هي از يوتيوبر انذر مان فيديوهات يمكن عاد الالعاب اند ليتس جيف ات تراي. بس قبل ما نعطيه تراي ليتس ستارت ذا تايمر نشيك على الميكروفون حقنا. فهو قال بي عشان تبني افخاخ. ار اوكي زين عنده طموح انه يبني شيء بي من جديد. اكس انتر سبيس but how to place the damn thing. الحبة الثانية بالماوس وش اللي احميه؟ I don't know. هل اللي قاعد احمي الكنز هذا؟ طعام مكتوب تحت طعام ومكتوب فوق نبتة. الحين نحدد هل هو طعام ولا نبتة. الحين هم يضربون في الفخ يعني. يس يس الهدف كان تزرع 6 اشجار سحريين. اوكي اعتقد هل اقدر احط مدفع هنا يعني مثلا؟ والفخ هل يكلف شيء لوضعه؟ وليش كل ما احطه دائما يكون معكوس؟ يعني اتوقع شيء زي كذا يبالي خشب. I'm a little bit confused.
اوكي العب بضغطي مع ان كره حجر. هل قاعد العب بجولم يعني قفز الاسطوريه؟ الالوان اختلفت لما قربت من البحيره. نقدر ناخذ شاور وكلمة طعام مرادة تختفي من الشاشة. لا قاعد يدور. زين شغل تايمر عشان ما اضيع للابد 30 ساعة. كأنه باور بلانت. في واحد قاعد يلاحقني. وين راح؟ مع ان ضايع مليون اللي اعطيه انه على الاقل في فرصة اني اعمل exploration which is يعني نقطة ايجابية وسلبية في نفس الوقت. but to be honest I'm completely confused. ما ادري وش المفروض اسوي. هل نبتة؟ وش هو نبتة؟ Like what's going on? وهذا كور حجرية تعب الطاقة. أعتقد صادني أنا glitch. المفروض تشوف الأيتم إيش فايدة لتم بس صار glitch. صار الكلام ما يطير تحت. Okay. So there are some fantasy stuff. Almost seems like glitches than game mechanic things. أمين ليش في كراسي مختلفين على المبنى ده؟ وش صاير هنا؟ ليش في جرع شجرة فوق المبنى؟ What's going on؟ فا it's a little bit confusing. أو الميوزك لايك بس يذكرني بالألعاب القديمة أوائل 2000. يعني شكلها شوي قريب منهم الالعاب الفانتزي الار بي جي المفتوحه كده اكشن ار بي جي. ما في فول دامج؟ ما في فول دامج. تحس الغرب نفره بشكل عشوائي. افضل من مكان فاضي على ما اظن. الاتاك doesn't feel good at all. doesn't feel good at all. الصوت كان يضرب شيء مع انه ما قاعد يضرب شيء والشخصيه تعلق مكانه والهجوم يطول. It doesn't feel good. يسمونه بزرار للبهارات. للأسف انتهى الوقت وانا ما ادري ايش قاعد اسوي. مع اني لقيت الوصف 6 اشياء سحرية تلوث دمار جشع something I don't know بس I don't know what to do. It's not obvious. It feels like الgame زي ما قلت من اوائل 2000 بعض الالعاب فيرست بيرسون شوتر من الشركات لما تلعبها تضيع. الماب ديزاين ضخم اغض نفرة and you have no clue what to do in them. So actually الوصف يعني مو بعيد عن بعض الالعاب اللي لعبتها في ايام 2000 بداية 2000.
انا ما اعرف اصمم خرائط، فما اقدر اعطي نصائح لتصميم خرائط، فحاول تاخذ دروس تصميم خرائط، بس محاولة جيدة انك تعمل جيم جام تسلمه، وتحاول انه يكون تتبع الموضوع غرزة بطريقة ما. اللهم انا اشوف الموضوع صندوق كنز اكثر ما هو غرزة. To be honest, it feels good to move freely in a big world, but there's a lot to do. There's يعني you need to add more. الجيم بلاي معدوم، فقط استكشاف. أني يعني كأن اللعبة اللي تقولك شوف there's a lot there out there but in somewhere else. مو في اللعبة، اللعبة دي للأسف ما فيها شيء تقدمه لك، في صناديق تاخذهم that's it. الأعداء ممكن ينتبهوا لك يمكن ما ينتبهوا لك، ما في أي نوع من الثريت which is فاين. سو باختصار شديد اللعبة غير مكتملة، أقدر أحط فخ في أي وقت بس ما هو فعال. الشخصية كأنه واحد جيك راعي مكتب ولا حاجة، I don't know. يعني ما في معمل لموي وكراسي وبزار بهارات، ما في تناسق في التصميم. Fortunately عجبتني الالوان at least، التكشر تبع الطبيعة تبع الترين، but the gameplay you need more than this عشان تقنع اللاعبين يلعبون. السبب الوحيد اللي قاعد العبها لحد الان بدل ما اطفيها ان عندي فضول وش الاماكن الجديد بشوفها، which is a good point للاستكشاف. بس again الاكشن والسرفايفابيلتي need a lot of work. فبالتوفيق ان شاء الله تكمل في تطوير اللعبه دي او تبدا من جديد، it's up to you. You can turn this into a real game. It needs more stuff than استكشاف والجيم بلاي. الهجوم يعتني بها لاخر درجه، دي تحتاج تشتغل عليها واجد عشان تحس ان اللعبه حقيقيه. اما ان الواحد يعطي بوكس it doesn't feel good. The fighting doesn't feel good at all. That needs a lot of work. Anyway, خليني نشوف ايش يصير لما تموت. لقد مت. حتى ما في انيميشن موت، كل فجأة الشاشة صار. Next game. Oh yeah, شيء أخير أقدر أتكلم عنه، كيف الانيميشن الترانزيشن ما صار زي الناس. الشيء الأخير الصفحة بعد يحتاج شوية تعديل. نفس الخط والجهة اليمين اليسار left to right and that will it will be nicer to put more work on this. وزي ما قلت الأفضل تكون القصة أول قبل ما التحكم. Again الجيمبلاي يمكن تعتني بالجيمبلاي أكثر. وبدو فيك next game. هذا المكان التنزيل. Next game إشراقة أمل من شايرو حمزة عبيدات شادو ميست 477 و فري اكزيت فريكسزنكسز ديس. anyway الطور اربعة، الصفحة والله معتنى بها شكلها جميل، قصيرة أم مختصرة. لو كان في شوي زيادة it will be nicer but في فيديو في صورة. فتاة تدعى أمل عادت بطريقة ما إلى منزلها القديم بطريقة ما، سبحان الله. الآن عليها تتجاوز التحديات بقواها الجديدة لتغير الماضي والمستقبل بهدف الحصول على المفتاح والخروج في الوقت المناسب. يعني it's all of a sudden everything all of a sudden نشغل اللعبة all of a sudden. فنعود التايمر، اضغط على أي مفتاح. ما حصلت اي مفتاح. اوكي اشتغل. خيارات نمط النافذة دقة بدون حدود حجم صغير. خلينا نكبر الخط، لا هذه الترجمة مو الخط، حجم الخط، لون الخط اسود اصفر ابيض. خلينا نجرب اصفر. كيف اعمل ابلاي؟ وين احب ابلاي؟ وين الابلاي؟ اوكي خروج.
الاعتمادات يعني الكريت كريت. والله في ناس بعد مو متكونين في ال... ولا علاء نفسه الاخر واحد يوسف طه عبد الرحمن شقور حمزة عبيدات ما بعرف مصمم رسومات البرمجة الكل الاصوات ما بعرف مدري الاصوات تاثيري anyway let's try the game try the game بعد في كاتسين ما اعتقد الرسومات معمولة باليد ومعمولة اسكان هذه الامور انقرضت الايام دي بطريقة ما وصلت الى هنا احتاج فقط ان احصل على المفتاح والخروج على قيد الحياة اوكي اجين الماوس يطلع برا الشاشة لا لانك ما ضغط ما عامل فوكس على الجيم الأوراق زي ما تلاحظون المجسم في كليبينج ما أدري المجسمات هم صمموه ولا أخذوها because there is a clipping في المجسم and this doesn't look good final result مع أن ال يعني المكان تصميمه كويس بس الكليبينج جاب العيد لل لتجربة اللاعب نفسه في كابوس احنا يعني بيت مهدم زي كده وقديم و اعتقد احنا في كابوس في ميوزك بعد اعتقد صورة جندي لي لو انني استمعت لأمي عندما طلبت مني سقي النباتات انا لا تنسي سقي النباتات What's going on here؟ يعني لان عندها نفس اللحاف عرفنا ان هذه نفسها لولا اللحاف ما دري ان هي نفسها اوكي No problem At least it worked. ما في clipping في الموديل هذا على الأقل. She's short. يعني عمرها 7 سنين. 7-8 سنين. لن... Okay. كويس إنه يمديك تغير بس ليش قاعد تشوف شي برا الشاشة؟ كويس اني يمديك تغير زاوية الكاميرا تقدر تطالع فوق وتحت يعني يعطيك مجال حرية اكثر للاستكشاف للاستطلاع اللهم ما شاف اي شيء اقدر اتفاعل معاه which is expected لعبة زنقة but for a real game it will be much nicer ان لو اقدر اتفاعل مع الامور لان لحد الان ما شفت ولا باب اقدر افتحه يعني مكتوب قص سبيس عشان اغير ال دا 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 الحين انا ما ادري عندي الدل ولا لا يعني وما ابي اغير زمن غصب طيب you're giving me an option but you're not giving me an option nice place to start. Did we glitch out? أقدر أغير المكان على حسب تغيير الزمن. Dark World تبع لينك. الوصول إلى المكتبة. Yeah.
I have no idea what did I click on. ظهر لي اضغط اي وضغط اي. ما ادري وش السالفة. Oh, هي قالت تحتاج الوصول للمكتبة because she said so. ستار ظلام الليل سوف يجابه وتسقى بأضواء الصباح رحابه وسوف يبين الفجر ما كان خافيا ويفتح من بعد التغلق الباب بابه تغلق بابا وتشد عصافير المنى بعد صمتها ويخلع ثوب الشؤم عن غرابه وتخلصوا مع فقر وتخلصوا من معنى التشاؤم بومة لها لغة من حبها وخطابه وما الشام إلا في نفوس مريضة عليها من اليأس ثقيل حجابه أقول لمن زل الطريق بخطوة ومن عزمه عند الخطوب يدابه سيمنحه وجه الهلال استنارة ويفتح بابا في الظلام شهابه ستورق أشجار الوفاء وترتمي قشورا ويبقى للصبور لبابه ستخصب أرض الحب من بعد جدها ويسعفها بعد الجفاف سحابه. شعر حقيقي طلع من جد. Interesting. اللهم حاتفين بعض الأبيات عشان يقتصروها ك نوع من اللغز. العاب زي ما قلت البوينت كليك تحتاج الغاز تحتاج تفاعل. So they done this part. فنرجع للسبيس. نروح للشهاب. اللي واضح انه شاب الوحيد. هذا المفتاح الملعون. حدث لتلك الزهرة أحبها كثيرا أثناء نموي أمي وأبي كانا دائما يعتنيان بها بشكل جيد الحركات ما تظهر في الابليكيشن المستخدم لدعم العربية هنا تذكري يا ماما سنفخر بك دائما ونحبك كثيرا مهما حدث أنت أملنا وبذرتنا لمستقبل أفضل وأكثر إشراقا ولهذا سميناك أمل Well done يعني في جيم بلاي وإنما في ملاحظات بسيطة أقدر أذكرها وهي تجربة المستخدم للأسف اضغط على مستات And that's it. Guess ما يمكن ما برمجوا نهاية للجيم غير كده. ف المشكلة ليش في دبابة في البيت؟ في دبابة هناك في البيت وأنا شايف صورة جندي. بس anyway maybe في أمور أنا ما انتبهت ليها في الجيم. Actually في أكثر من دبابة البيت هذا اللي انتبهت له. البيبان موجودة واضح ان البيبان سليمين بس ما يمديك تفتحهم فما نام ان البيبان موجودين This is confusing انا اللاعب يتوقع ان يفتحهم فلو مخلينهم كلهم مكسرين او كلهم مقفلين او something because she's already in a dream world or something عادي يعني مو لازم يكون البيت القديم بيبان سليمين لان ما كنت ادري ان يمديني ادخل ولا لا ثانيا مش واضح بالمية وين المكان اللي انتقل فيه احس ان اللعبة الطريقة اللي تخليك تلعب تقول لك وش ينبالك تسوي اضغط اي على المكان هذا عشان تسوي الشيء ده عشان تفوز اضغط سبيس في الوقت هذا عشان تغير الزمن لان الحين انت اخذت الشيء اللي تحتاجه وغيرت الزمن يعني ما اعطيته اللاعب الفرصة انه يعرف ايش يسوي في الوقت المناسب
يعني هذه التوجه الفني في تطوير الالعاب تحتاج تعمل هاندلر، تعمل تصميم للاوبجكتس وللجيم بحيث ان توضح للاعب وين المكان اللي مثل مقبض الباب بشكله، هل يبالي يضغط عليه ولا يدفع دافع. تحتاج تعمل تصميم مناسب حيث ان اللاعب يقدر يعرف ايش الشيء اللي يتفاعل معاه وايش ما يتفاعل معاه. لما اخذت دلو الماي رجع مكانه هذا ضياني الحين، دلو الماي انا اخذته ولا ما اخذته، وش السالفه؟ لو ما الشاشه قالت لي يا لاعب اضغط سبيس كان ما ادري ايش اسوي. فتحتاج اختبارات اكثر وتحتاج عنايه اكثر بحيث ان تخلون اللاعب يحس انه قاعد يلعب اللعبه اكثر ما يتبع اوامر اللعبه. اظن ذات جريت، شيء جميل جدا ان تاخذون شعر حقيقي وتكتبون اسم الشاعر وتحطونه كنوع من الالغاز. اللهم كل الكتب ما كان عليها علامات الا كتاب واحد مكتوب عليه شهاب، سو كايند اوف مست بوينت. يعني اول ما دخلت الغرفه شفت من باب الدنيا ذاك الكتاب بستخدمه بعدين، لان مكتوب عليه شهاب والوحيد عليه صوره والوحيد الفريد. تو ماتش تو ماتش هاندلنج، ما في شيء كونفيوزنج، ما في عده كتب واقدر اختار منها، يعني مشكله معاكسه. بس لما ادلو او حاجه في المكتبه عصيت اي في مكان ما وخدتها وانا ما ادري وش السالفه اصلا. This is not good. This is not good. المفروض الشيء ما تقدر تستخدمه الا لما تكون شخصيه موجهه عليه. ما المفروض اخذ الدلو وانا اعطني ظهري مثلا. نفس الشيء هي قالت احتاج اروح المكتبه. Again اللعبه تقول للاعب ايش يسوي. So this is not a good game design للاسف. وانما وهذا الشيء يخرب من التجربة، ومع هذا استمتعت لأن الرسومات والأصوات والميوزيك was nice enough. هذا السبب الوحيد اللي خلاني إني أكمل الألعاب وأعطيها فرصة. need a lot of work من ناحية توجيه، بدل ما توجه اللاعب تخلي اللاعب يكتشف إيش يحتاج يسوي. و more puzzles if it was a real game more puzzles will be nice. وثانيا احس الموضوع غرزة الشجر I didn't get it. I'm sure there's صورة بلاغية وشعور ده but unfortunately انا غشيم I didn't get it but well done well done. امور زي كده تحتاج يعني وقت، يعني عشان تعرف كيف تخلي اللاعب يحس ان يلعب اللعبة بدل ما ينقل what he need to do. و again انا علقت على الشيء ده، العاب الكليك اند بوينت الافضل يكون البطل تكون بطلة، لأن عادة الألعاب دي توجهها مختلف. عادة تكون الحريم ما تكون للرجال، رجال يحبون أكشن وليفل أب وفاكتوريال وأشياء معمارية، أما من ناحية بلاغية وجمالية وبوينت إن كليك ورحلة للحنين الماضي وذاك وكذا، هذه عادة بوينت إن كليك مختلف الجانب حقها. نكست جيم، أوه يا حطوا منيو للجيم، ما أقدر أطلع من الجيم. بليز حطوا منيو للجيم عشان اقدر اطلع بليز. نيكست جيم تايم اوفيس، ضيعنا وين اللي سواه. جيف مي سكند. تايم اوفيس من نعفسنا سوري من سهيل حبيبي او سهيل الحبيب. الالوان جميله، سو ما هو احمر فاقع. الصوت سيمز لان الخط صغير فيها يعني وبعيد، it's a little bit confusing. فالصور ما هي مناسبه للارض، يعني يبقى الواحد يخز كده عشان يشوف الصاير. كويس انه في فيديو عشان اقدر ادخل عليه. Surely you know that just as the momentous event of the past cast their shadows down the ages, so now when the sun is drawing toward the dark, our own shadow rays into the past to trouble mankind's dream. Genie Wolf. Yeah, الأفضل تترك الكتاب الإنجليزي لشخص يقرأ إنجليزي أو إنه تحاول تطور انجليزيتك. You are hired to keep this timeline on its course.
or reality itself will crumble. Bring things from the future and plant them in the past, and watch how the future changes. Split the timeline to create divergent timeline, and bring elements from one timeline to another in order to architect reality survival. يمكن انا ما اعرف اقرا ان الكلمات مكتوبه بالسبلينج صح بس الاوردر حقها is confusing a little bit. In time office you do not control the hero, you merely get photos of him at different times. You can add and remove elements from the photo. Okay, I got it. Made in 72 hours. Well, 48. For game Zanga special edition with care and toil and a lot of love. So let's try the game. Ooh boy. ملف دي ال ناقص معمول بالسي شارب ويل معمول شكله واحدة من لغات فيجوال ستوديو. Unfortunately it doesn't work my friend. It's missing a DLL file. Nico DLL. جميل. I'm sorry. I tried ان اخزن اللايبريز هنا لان هذول معمولين بانجن يحتاجون لايبريز. وانا الانجن ما ادري وش سالفته وما ادري شو القصة. ف try to deliver احاول اني تختبر اللعبة قبل ما ترفعها بحيث تشتغل على الجزء الاخرين. I couldn't test it. I'm sorry. So نزلت هكسا ونزلت نيكا بس ما عرفت اشغلها. فلو احاول اكثر يمكن تشتغل يمكن لا, ولكن try to make ال executable files اللي ترفعهم شغالين next time. So next game Yuka Flower Defense. الالوان جميلة, صفحة معتنة بها, there's a lot of details. بس انا بديت اتعب شوي شكلي بعد الثلاثة اللعب دول. I might take a break. By Valon, Iced Lemon and Moza. Game made from March 4 March 2024. Game Zanga Game Jam. You play as a girl named Yuka trying to protect a growing tree. Yuka. زي لعبة الرعب 2D. From mischievous fairies and want to hurt the tree. You must either shoot them yourself or plant flower that can shoot bullets at them and shoot to protect your tree. Shoot. How to play? Z or right click. Whilst enemies will drop. Yada. Endless mode. ولا بعد في endless mode. ففي عندنا ايس لمن عمل الرسومات رسوماته. So it's good ان تعطي كريدت وتعطي لينكات للرسام. So it's very nice. والميوزك من مورزا نفس الشيء للكريدت والصفحة لل زلدا زي دي اي. So let's download the game and give it a try. ففي اصدارين, اصدار للزنقة واصدار بعد الزنقة. فمن العاب اصدار بعد الزنقة بس بغيت اقول لكم من الحين ان هذا صعب بعد التصليحات بعد الزنقة. سو فعندنا options, خلينا نشوف ال options, sound effect, resolution. Start the game and let's give it a try. So this is Yuka Lily. الأداء look a little bit similar للشخصية, يعني both of them are cute, so it doesn't feel اني ضيعت الفلوس. هذا اللي في لعبت عليه انا المفروض اختفت. You have beaten the level. تقدر تقول you won. Press enter to continue. Make sure to collect all the coins before getting to the next level. زين كيف ازرع؟ Press enter. You can use your hard-earning money to buy flowers. These flowers can help you to protect your tree. Try putting flower on the land. Edit flowers. كيف يعني edit flower? To pick up the flower. Okay. Exit.
اوكي سو زومبي فيرسس ديفنس زومبيز فيرسس بلانتس مع هيرو. فعندي 350 فما يمدينا اشتري ولا شيء الا نبتة واحدة. فخلينا نحط سي كما سي ليف ستارت. تو ليت مي مشكلة نتعلم الخطأ ونصلحها. ما دريت إن في ناس حاقدين. سو كويس إن يعني لا أنا أعمى ما انتبهت إن في طيب ثاني. فنعمل edit pick up flower rotate. عندي فلوس لفلاور ثاني. aim bullet nice. افا ما بس يمدينا حطه هنا فالساعة مكانين بس ما ادري ان aim bullet هل تطلق ورا ولا لا. One way to find out. مكان الطلق شوي مزعج حرف الزي. صح عنده. ما اقدر اطور يوكا بنفسه. كيف اخنا. هي اوف. في تضحيات لازم نسوي تضحيات. انزين المكان نبتة مو مناسب لان انا فكرت بتطلق فوق تحت يعني. فنعمل له editing. اوكي فيمديك تطور يوكا. ترى انا نسيت ما اشغل العداد انا وجهي. بالغلط ضغط على زر واحد منهم and that's alright. Actually this seems like a fun game. ما ادري ان النبتة دي هل يحاربوها؟ فانا بحطه هنا بس ما ادري يعني. Shoot straight bullet, spread bullet, shoot bullet in a spiral, collect coins that drop nearby, very nice. Shoot powerful bullet in a 5 direction. ما في تبطيء مثلا، ما في طريقة تسعف نفسك. فعندي انا 1000 فيمدينا اشتري واحدة من دول الاقواي او اشتري فنتين. فبشتري فنتين. نعمل spread bullet. ونشتري عادية. perfect. let's give it a try. اتمنى لو بزر ال زر الماوس بس اليمين تطلق لان الزي شوي متعب مع الواسد انك تضغطه. المفروض انتبه للشارع الثانية شارع تحت.
القوش زين انه تعطي تحدي باك تقرب منه، بس احس انه تنفلت في نفس مكان الوحش، صعب ان معظم الاحيان صعب ان تاخذهم. It will be nicer لو تعطي فرصة اللاعب ان يقدر ياخذهم اسهل، وحتى لو كان الوقت قصير يعني. فيفضل لو القوش ينفلت عشوائيا حول العدو بدل ما ينفلت مكانه. Other than that very nice يعني I enjoyed playing the game. وضع الأزهار شوي ركيك يعني، طريقة الروتيت مو واضح، النقطة مو بالضبط يسار فوق تحت، it's alright. Actually I might play this game later more because للأسف أنا قاعد ألعب الحين عدة ألعاب وأبي أختبرهم وأخلص. ما أدري وش تطورات اليوكا، hopefully they are nice. Other than that, it's fun. It's fun. أتمنى إن يكون فيها مراحل أكثر. أتمنى إن فيها نبتات مثلاً تعمل خواص مختلفة، مثلاً رصاص يخترق أو رصاص يبطي، يعني تنويع أكثر. أعداء يختفون. لا already في تنوعات كافية يعني. So well done. It's an enjoyable game. I don't need to advise you what to do next. You know what you're doing يعني. Next game. Next game مغامرة غرسون من شيراز اما يمكن شيراز، ما انا متأكد كيف نطق الكلمة بالانجليزي، ما في اسم ثاني حصلته، فقط شيراز. Embark on enriching journey with غرسون a lovable rabbit on a mission to unite the Arab countries. او ما شاء الله هذا الامم المتحدة 50 سنة مال 100 سنة ما في هذا بيوحدهم. أرنب واحد مو بشر حتى. In this charming puzzle platformers, players take control of Garsoon as he travels through captivating landscapes, overcoming challenges, and planting the seeds of unity. Join Garsoon, adventure of Garsoon, and play your part in bringing the Arab countries. Why you already said that for our paragraph. And little by little, guarding magic. Are you ready for the plan? The seeds of unity. Unity توحد العرب ولا unity الانجن. Gameplay. Unique planting mechanic. توحيد العرب. Oh, okay. Use غرسون special ability to plant trees strategically. These trees became essential platform to navigate through each level. Summon rain. Flag collection. Let's try the game. LFEXE. Hopefully it's not a virus يعني. في أرض بعيدة كان هنالك أرنب صغير يدعى غرسون. غرسون كان يحلم بتحقيق الوحدة بين الدول العربية، لكن كيف يمكن لأرنب صغير أن يحقق هذا الحلم الكبير؟ بدأ غرسون مغامرته بجمع أعلام الدول العربية. تعرف كيف؟ كان العلم الأول سهلا، إنه العلم الأقرب إلى قلب غرسون. في اللعبة افضل طريقه توحيد الدول العربيه انه يروح يزور كل عربي، واي واحد عصري يطخه، اي واحد يعمل تفرقه يطخه. نو اوكي اكشلي ذات ويل كوز مور بروبلمز بس اني واي لا تسمعوا النصائح القراء. واجه بطلنا بعض العراقيل في المستوى الثاني، لكنها لم تنقص من عزيمته شيئا. لاحقا اكتشف غرسون انه يستطيع حل الالغاز بقوه الطبيعه من اجل جمع رابع رايه، عاش حاملا اسمه بكل ما يعنيه. لاني انا حطيت عن الجراك صارت glitched.
والحين ما اقدر اوصل. بحلول المطر انبتت الارض وكبر حلم غرسون. مع كل تحدي جديد يظل غرسون مصمما على حلمه في تحقيق الوحدة بين الدول العربية. سوري اقل الالعاب اللي من تحرك الماوس الشاشة الثانية تظلم. بكل عزيمة تسلق غرسون سلم الأمل نحو الراية القادمة. وين زر المطر؟ ما في زر مطر في الدور؟ الأمطر؟ أوكي. So far so nice. طبعاً لم يكن المطر صديق غرسون في كل الأيام. على طول الطريق يظل غرسون مصمما وعازما على تحقيق حلمه رغم مواجهته لتحديات كبيرة. عصيت انا داون ما زرعهم. أصلاً ما يمدي نسكي زيادة. كل علم يجمعه غرسون يضيف ألواناً جديدة في لوحة الوحدة العربية التي يقوم برسمها. You serious? يظل الأرنب الشجاع غرسون ينمو مثلما تنمو نباتاته ويترك بصمة خضراء في كل مكان يمر به ويستمر في جمع الأعلام العربية إلى أن يتحقق حلمه. This is more as a chore than a puzzle this time. Now that's it? Okay. ما عندي بدو زيادة. So this is غرسون. Not bad at all. يعني أمور بسيطة and it will be really nice. ناريتر جميل، الصوت جميل، تسجيل جميل، الألغاز ما هي بطالة. Could do more. التحكم بعض الأحيان يدق في الأرض فشوي تنرفز اللاعب لما تقص يمين أو تقص يسار. بعض الأحيان يدق في الأرض، بعض الأحيان أقص تحت ما يضيع غيرز. So بعض التحسينات will make it much smoother. لأن تجربة المستخدم مهمة جدا. لو تضيفوا المراحل زيادة more mechanic and you can sell the game actually. What else? أهم نقطة اللي جت في أول شيء في بالي، القفز فوق شوي مزعج. كألعاب بلاتفورم يفضل أن تكون زر ثاني، فيفضل لو تعملوا reconfiguration للتحكم. W is not good للنط. أنت بتقيس النط في مكانها، فصعب تروح يمين يسار وتقص فوق للنط. فيفضل تكون سبيس وتكون الزر والمطر زرين مختلفين EF أو ER or something. And that's it. بالتوفيق. Next game. The next game Bug Defense. ما في وصف ولا أي شيء. من وليد و إينو. ما عندي اسماء أخرى. فموجود الصورة موجود فيديو. It will be nice if you done more.
But let's take a look. Okay, I hopefully this is the game. لأن اسمه باك ديفنس وسنا هنا مكتوب غرز. What's going on? Is this the right game? Bug defense. Yeah, this it seems this is the right game. I don't know. بس ليش مكتوب هنا غرز؟ I don't know. Let's take a look. Oh boy. Oh boy. Oh boy. يبالي طاولة طولها 7 متر عشان أزيح. مرة إنسنس يعني ما في سنس إيو. زين في مؤشر للسنسيتيفيتي. Because that was really low. شراء لغم حار. شراء شريته أنا ما أدري وين فلوسي. أوكي على الأقل تدري إن هذا المكان مفروض تصد عنه سو. وهذا المكان اللي يجي من الحشرات. يب سو ام جلاد يعني نعطى نقاط توضيحيه. المدفع شريته ليش موجود خلف المكان اللي تدافع عنه؟ الهجوم على الحشرات doesn't feel good لان ما تحس انه ياثر عليهم السلاح. وكويس انه في ريلود بس it doesn't feel good استخدامه. حتى هم طلقهم it doesn't feel threatened. فأنا أتذكر إني شريت مدفع بس ما أقدر أغير مكانه يعني. قاذف فاصوليا إي ليش موضوع في الخلف؟ أوه ترى في عدة أماكن المرة. فأنا المدفع اللي شريته من قبل في الخلف؟ I don't know. اسمع صوت الملعب شغالة. فاني المدفع يعني طلقه مو ساتيسفاينغ لان السلاح قاعد استخدمه. Unfortunately, I'm not enjoying the gameplay. Unfortunately, وإن كان في يعني effort موضوع لتصميم خريطة وكده, it doesn't feel good. الأعداء doesn't feel to fight them good. الاستخدام للسلاح doesn't feel good. المدافع ثابت مكانهم. Seriously, can't I place them? ففي يعني السلاح it doesn't feel good. لما تقتل الأعداء أو تطلق عليهم doesn't feel good. الجثث مزعجة لأن ما تدري وين الحشرات. حشرات عدد يعني كبير و doesn't feel anything good. It doesn't feel rewarding ان تقتلهم. So للأسف شديد you need to rework some of this. طاقتي مرة عالية مقارنة بطاقة المحل اللي دافع عنه. Yeah, you need to reward the player more. It doesn't feel good to play. It doesn't feel good to attack. It doesn't feel bad to get damage. So, اللاعب يحتاج إنه يشعر بالضرر.
لما المكان ينضرب ينبالي يشعر ان المكان ينضرب، لما هو ينضرب ينبالي يشعر انه هو ينضرب. It doesn't feel like that. ما في فيدباك كافي للاعب انه يحس انه قاعد يلعب اللعبة. So unfortunately it doesn't feel good. والجثث لما تقتل وحوش واجد الجثث يتراكم فوق بعض and it doesn't. والافخاخ there is no tactic. يا تشتري يا ما تشتري ومكان ثابت. الاوبشن مرة محدود للاعب. سو تحتاج تعطي اللاعب بدر فيدباك اذا شيء زين صار زين شيء زين صار تعطيه شعور انه he's killing things he feel to make it feel better باستخدام اصوات افضل باستخدام افكت اكثر. الاعداء اشوف عددهم مره كبير يعني والجثث مغطي المكان وما تدري وين الاعداء والارض سطحيه. It doesn't feel good. It doesn't feel good to play, unfortunately. بس الشغل جميل ثلاثة أيام. تقدر تحاول إنك تطور في الجيم، تختبره أكثر، تخلي الناس تختبره، تشوف اقتراحاتهم، تحاول أشياء جديدة. وبالتوفيق. You can make a good game. وهنا أنني حلقتنا أدروني شوي منسم لأن بدأ راسي يطلع من التخنة. I'm getting tired. I'm testing a lot of games. المشكلة باقي فيديو واحد بعد اليوم. فبأخذ بريك قبل ما أسوي الفيديو الأخير. شكرا للمتابعة ونراكم مرة أخرى.